تفاصيل اكتر معانا على تليفون الاستاذ اكرم فياض مدير مكتبات مصر العامه في دمياط. صباح الخير عليك يا استاذ اكرم، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليك يا فندم. خلينا كده نبتدي مع بعض في البدايات والفعاليات اللي بتشملها المبادره اللي بتحمل شعار الرسم على الاسفلت، كلها بقى بنرسم بس ولا الولاد بيعملوا حاجه تانية؟ والله الحقيقه احنا مش اول مره نعمل مهرجان زي مهرجان الرسم على الاسفلت في مدينه راس البر بالتعاون مع هيئه تنشيط السياحه، توجيه طبعا من معالي المحافظ منال عوض محافظ دمياط رئيس مجلس امناء مكتبات مصر العامه. الحقيقه احنا بنقوم بالعديد من الانشطه اللي بتتم بالتعاون مع مجلس المدينه هناك وهيئه تنشيط السياحه في مدينه راس البر، بنكون فيها دمج ما بين الاطفال الموهوبين من مدرسه الرسم لمكتبه مصر العامه، وكمان دمج مع الاطفال ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه. بنقوم بالعديد من الانشطه منها مثلا مهرجان الرسم على الاسفلت زي اللي حصل ده الاسبوع اللي فات، وعندنا كمان ان شاء الكريم مهرجان النحت الحفر على الرمل ان شاء الكريم هيكون معانا برضو الاسبوع الجاي ده ان شاء الله، بالاضافه الى العديد من الحفلات والانشطه اللي بتقام داخل مدينه راس البر خلال فتره الصيف. بيكون معانا المكتبه المتنقله اللي بتصول وتجول في محافظه دمياط من اجل الوصول بالخدمات الى كافه الرواد في مدينه في محافظه دمياط خاصه في قرى حياه كريمه. ومع بدايه الصيف احنا الحمد لله بنقوم بالعديد من الانشطه الحركيه سواء كانت موجهه للاطفال او موجهه للكبار، بالاضافه الى الانشطه العلميه لبناء العقول وتشجيع الابتكار، مع الاضافه الى الانشطه الفنيه والانشطه الترفيهيه اللي تقام داخل المكتبه وخارج المكتبه. يمكن احنا الحمد لله عندنا في محافظه دمياط اربع مكتبات، عندنا المكتبه الام في مدينه دمياط، وعندنا فرع ثاني في مدينه عز البرج، وفرع في مدينه دمياط الجديده، بالاضافه الى المكتبه حديثه الولاده بالنسبه لنا وحديثه النشء، وهي المكتبه المتنقله اللي بتصول وتجول في محافظه دمياط. عظيم. استاذ اكرم، انتوا بداتوا المهرجان ده وهذه المبادره تقريبا من 2019 على ما اعتقد، هل هو مرتبط دايما بمعرض الكتاب في دمياط ولا دي حاجه منفصله ممكن يحصل في اي وقت؟ لا الحقيقه هو حاجه منفصله، بس احنا بنفضل انه بيكون بالتوازي مع معرض الكتاب ده، بالاضافه لانه بيقام يمكن خلال فتره الصيف اكثر من مره بالتعاون مع هيئه تنشيط السياحه. الفكره منه ان احنا دايما بنروح مدينه راس البر لتقديم الانشطه للمصطفين، كمان مش شرط بس ابناء المحافظه، لا المصطفين الوافدين على مدينه راس البر لتقديم الانشطه المختلفه والفعاليات المتنوعه عليهم ان شاء الله. دايما لما بنسمع مبادره للرسم على الاسفلت او للرسم في الارض بصفه عامه بنبقى قلقانين كده على الاولاد، يا ترى قافلين المكان كويس ولا لا؟ بس انا عارفه ان انتوا عملتوا المبادره دي للرسم على اللسان في شارع موجود عندكم قريب من البحر او يمكن عند البحر بالذات. بالظبط، هو الحقيقه فكره ان احنا عامل الحمايه وتفريع الحمايه الامنيه بالنسبه للاطفال ده ما بنكونش بنشتغل لوحدنا، بنشتغل بالتنسيق والتعاون مع مجلس مدينة راس البر وهيئة تنشيط الصحة والجهات المعنية بتوجيه من معالي المحافظ، فبيكون في عامل حماية الأمنية بالنسبة للأطفال والسيفتي بالنسبة لهم، بنكون حريصين أو حاطين الأطفال أمام قدام عينينا بحيث إن احنا نوفر لهم كل سبل الراحة لتقديم مثل هذه المهرجانات. أكيد. طيب إزاي شاركوا بقى يا أستاذ أكرم؟ إزاي الأطفال اشتركوا في هذه المبادرة وخصوصا اشتراك كمان الأطفال من ذوي الهمم؟ بالظبط، احنا عندنا الوافدين بالنسبه لنا من رواد المكتبه بنكون بيتم الاعلام من خلال الصفحات الرسميه للمكتبه والصفحات الرسميه للمحافظه وهيئه تنشيط السياحه ومجلس مدينه راس البر، بيجوا لنا على المكان اللي احنا بنكون محددين التوقيت بتاعه مثلا في مدينه راس البر، ده بالاضافه الى الوافدين بقى بيبداوا يشوفوا متابعين الانشطه الخاصه بالمكتبه فبيبداوا يجوا لنا على الميعاد، والحمد لله بنوفر لهم كافه الوسائل المساعده في عمليه ده ممكن كمان في ناس تحدد ويكون في مشرفين ومدربين موجودين معاهم. وحضرتك بتقول ان في وافدين، ممكن ناس كمان تحدد اجازتها الصيفيه او المصيف بتاعها على توقيت المهرجان والمبادره عشان ولادهم يشاركوا فيه. الحقيقه ده بيتم من خلال المحافظات المجاوره بالنسبه لنا، يعني كان المنصوره وغيرها بيجي لنا ناس من في التوقيت ده يحضروا مثل هذه المهرجانات. الفئات العمريه المشاركه بقى بتبتدي من عمر كام، واكبر حد كان مشارك عمره قد ايه؟
والله الحقيقه هي اعمار متنوعه، يعني بدانا من سن 5 سنوات لحد سن كبار السن، كان موجود معانا ناس يعني معديه سن ال50. اكيد يقدروا يستخدموا بقى ادوات مختلفه، تباشير، علب سبراي، الوان مختلفه، ولا لا محددين حاجه معينه يلونوا بيها؟ لا احنا بنبقى موفرين تباشير وسبراي موجود معاهم اللي مطلوب منهم، اللي مطلوب بنوفره لهم بحيث ان هم يقدروا يستخدموا الوسائل المساعده دي في شكل الرسم بالتنسيق مع المدربين الموجودين يعني. طيب احنا شجعناهم وجم ورسموا خلاص، هل بنشجعهم بعد كده مثلا الرسمه بقى اللي بتفوز مركز اول مركز ثاني او كده؟ بنعمل مسابقات ما بيننا وما بينهم، وفي مثل زي ده كده، وبرضه بنحسهم وبنشجعهم على ان الفائز يبقى له هديه مننا في المكتبه، وفي الغالب بتبقى عباره عن مجموعه من الكتب مقدمه من مكتبه مصر العامه. عظيم جدا جدا، شكرا جزيلا استاذ اكرم فياض مدير مكتبات مصر العامه بدمياط، الف شكر لحضرتك.